يقول السائل بخصوص عزوف الكثير من الشباب في المساجد القراءة من المصحف بسبب الأجهزة الذكية، ولما ذهب إليه جمع من العلماء بأن المصاحف الإلكترونية ليس لها حكم الملامس، فهل هذا ينقص من أجر القراءة؟ نعم، القراءة لها أحوال، أنت تقرأ وتسمع نفسك وتشغل عينك وتشغل لسانك، تحضر قلبك وتلمس بيديك المصحف، فاجتمع عندك خمسة أمور، صار الأجر عندك خمسة، وبقدر نقصان هذه الأمور الخمسة ينقص أجرك. فإن قال أنا لمست الهاتف، أنت لمست الهاتف ما لمست المصحف، وفرق بين لمس الهاتف وبين لمس المصحف، ولذلك القراءة من المصحف لمس باليدين، لاحظ، وإشغال للعينين، وإشغال للأذنين إذا كان في سماع صوت، وأيضا تحريك لللسان لأنه لا بد منه في القراءة، وإذا كان القلب حاضرا، اجتمعت خمسة أمور فأنت المتدبر حقيقة، وأنت الحاصل على الأجر التام إن شاء الله عز وجل.